الى ذلك جددت لجنه الشؤون التشريعيه والقانونيه وحقوق الانسان بالبرلمان العربي ثقتها بتزكيه سعاده الاستاذ دلال الزايد عضو مجلس الشورى لشغل منصب نائب رئيس اللجنه وذلك تقديرا للجهود التي قامت بها خلال السنوات الماضيه وما تتمتع به من كفاءه والمام بالقوانين والتشريعات واللوائح العربيه وأكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد سعيها لمواصلة الجهود الرامية لدعم العمل العربي المشترك وتمثيل مجلس الشورى بمملكة البحرين على الوجه الأمثل